النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة. في البداية ندعوكم للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك حال تفعيل زر الجرس للاستلام آخر التنبيهات العاجلة المتعلقة بالطقس أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية بملخص يستعرض حالة الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات بأن يؤثر على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس مرتفع جوي في طبقات الجو كافة. هذا المرتفع الجوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية أكثر دفئا وأكثر جفافا من المعتاد، ستندفع إلى المنطقة بما فيها المملكة قادمة من الأراضي المصرية خلال اليومين القادمين. ذلك من شأنها أن يعمل على ارتفاع تدريجي وملموس على درجات حارة بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية والمفترضة في مثل هذا الوقت من العام بواقع 6 إلى 8 درجات مئوية خلال اليومين القادمين. وبالتالي توقعات بأن تتجاوز درجات حارة العظمى مع ساعات بعد الظهر والعصر في المدن الأردنية خلال يومين الأربعاء والخميس حاجز 20 درجة مئوية بمشيئة الله. وبالتالي تسود أجواء معتدلة أكثر اعتدالا مع ساعات الظهيرة والعصر مقارنة بالمعتاد ومقارنة بالأيام الماضية. مع عطلة نهاية الأسبوع تحديدا مع ساعات بعد الظهر والعصر ومساء يوم الجمعة توقعات بأن تتوجه كتلة هوائية باردة رطبة في طبقات الجو العالية بالتزامن مع وجود امتداد سطحي لمنخفض جوي على الطبقات الجوية السطحية أو المنخفضة. ذلك سيؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله فوق العديد من مناطق المملكة مع الساعات بعد الظهر وعصر ومساء يوم الجمعة، ستؤدي إلى هطول زخات رعدية متفرقة من الأمطار فوق العديد من المناطق بمشيئة الله تعالى. كذلك حال تتبع بانخفاض كبير وملموس على الحارة لتعود وتصبح الأجواء باردة من جديد بمشيئة الله. هنا الحديث مع ساعات ليل الجمعة على السبت ويوم السبت بمشيئة الله. نعود معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي توضح حركة السحب مباشرة من حولنا. لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم خلو سماء المملكة مع ساعات صباح وظهيرة هذا اليوم الثلاثاء، ساعة إعداد هذه النشرة من أي تواجد للسحب سواء كانت منخفضة أو متوسطة أو عالية، في حين نلاحظ معكم تفرق بعض السحب العالية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لاحظوا معي توقعات نظام محاكاة درجات الحرارة الخاص في طبقات الجو المنخفضة. لاحظوا معي هذا الارتفاع المتوقع في درجات حارة خلال 48 ساعة قادمة بفعل توجه هذه الكتلة الهوائية الأكثر دفئا وأكثر جفافا من المعتاد مباشرة من الأراضي المصرية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة. لاحظوا معي هذه الألوان تدل على ارتفاع درجات الحارة بشكل أكبر من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بواقع 6 إلى 8 درجات مئوية، وهذا الارتفاع في درجات الحارة عن معدلاتها سيستمر بمشيئة الله حتى يوم الخميس. لاحظوا معي هذه المنطقة برمتها هي تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الأكثر دفئا والأكثر جفافا من المعتاد بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو كافة. ننتقل معكم الآن لاستعراض نظام محاكاة هبات سرعة الرياح. توقعات بأن يطلع نشاط تدريجي على الرياح الجنوبية الشرقية مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء وساعات صباح وظهيرة الأربعاء. تكون هذه الرياح الجنوبية الشرقية كما تحدثنا بالذات فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى في المملكة بما فيها العاصمة عمان. هذه الرياح من شأنها مع ساعات صباح يوم الأربعاء أن تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة مع ساعات صباح الأربعاء، لكن ومع ارتفاع درجات حارة خلال ساعات النهار تتراجع هذه الرياح بمشيئة الله وترتفع درجات حارة عن حاجز 20 درجة مئوية كعظمى، وبالتالي إحساس أكبر بالدفء مع ساعات بعد الظهر وعصر يوم الأربعاء.
تعاود هذه الرياح الشرقية بالتأثير ليل الأربعاء الخميس، لكن في المنطقة الجنوبية الشرقية للمملكة والمنطقة الشرقية بعيدا عن المدن الأردنية الرئيسية، حيث تتحول الرياح تدريجيا يوم الخميس إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بمشيئة الله. توقعات الخاصة بالأيام الثلاثة القادمة، كما تحدثنا الثلاثاء أجواء كانت دافئة أو كانت لطيفة في العديد من المناطق، درجات الحرارة بدأت تتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا العام، لكن الأربعاء هنالك ارتفاع ملموس وواضح، الحارة العظمى هي بحدود 21 درجة مئوية في داخل العاصمة عمان، أكثر من ذلك حتى في الأجزاء الشرقية والجنوبية من العاصمة عمان تكون بحدود 20 درجة مئوية في مرتفعات العاصمة عمان. مع ساعات الليل أيضا هنالك ارتفاع في درجات حارة، لكن تبقى الصغرى نوعا ما متدنية بحدود 10 أو 11 درجة مئوية. هذا الارتفاع مستمر يوم الخميس كعظمى متوقع بحدود 20 درجة مئوية، لكن مع ظهور تدريجي للسحب المتوسطة والعالية بعيد ساعات الظهيرة والعصر بمشيئة الله. ويوم الجمعة كما تحدثنا هنالك نشوء لأحوال جوية غير مستقرة تدريجيا بعيد ساعات الظهيرة، وانخفاض تدريجي وملموس على الحارة. سيستمر هذا الانخفاض يوم السبت، لكن السبت تتراجع الفعالية الجوية بشكل واضح مقارنة من ساعات عصر ومساء يوم الجمعة، حيث تتهيأ الفرصة حينها لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل متفرق فوق العديد من مناطق المملكة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.